السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هنا قاسم قاسم يواصل الثورة. أولا الرسالة هذه الولد الباجي قايد السبسي. شوف يا ولد، أنت ماكش راجل حتى أنك تتطاول على ليلتك السيدة الكريمة أم زياد. أنت بالضبط كي تولي راجل وتولي عندك كلمة في البلاد، وقتها تجي ديريكت تكلم قاسم. انت زبلة، ولد زبلة، ولد ولدك باش يولي زبلة. يعني الزبالة احنا ما نحكوش معاهم الا بطريقة الزبلة، وبالطريقة هذه القاسمية، لانها الطريقة هذه هي اللي طيحت بن علي. احنا ثم ناس نحكو معاهم دبلوماسيا، اما بالنسبة لنا احنا انت لا توجد جملة وتفصيلا، لانك من عصابة السراق ومن عصابة القناصة ومن عصابة الاجرام ومن عصابة بن علي والطرابلسية، ولا بد من محاكمتك اما اجلا ولا عجلا. اما الرسالة الثانية هذه البوك اللي قال لك ستنتصر، تنتصر كي يبدو معاك الجنون والملائكة يهبطوا. انا نقول لك ماكش باش تنتصر، لا انت ولا حما ولا الانقلابيين. بلاستك في دار العجز، بلاستك في مزبلة التاريخ، والذي نفس قاسم بيده لن أترك لكم مجالا لأن تقوموا بأي انقلاب إلا على رقبة مليون تونسي. أنتم المستقويين اليوم على التوانسة بفرنسا وبالجزائر وبكل المافيات العالمية على أنكم ترجعوا للسلطة عبر انقلاب. بحب نقول لك يا سبسي ماكش باش تنتصر، ومن المستحيل لا أنت ولا حما. ونحب نعلمك بالهزيمة الجاية متاعك، أنا محضر لك الهزيمة الجاية متاعك، مش فقط الهزيمة هذه، الهزيمة الجاية باش نمرمدك في الشارع أنت وبو، أنت ولدك الزوز واللي معاكم الكل بما فيها محمد همام، والمليح فيكم لأنكم جبناء، لأنكم جبناء، لأنكم كذلك خونة لهذه الثورة. السلام عليكم.